تنضم إلينا من القدس الآن للمزيد من التفاصيل والمعلومات مراسلة الحدث لانا كل غاسي. لانا أهلا بك. لانا لنبدأ من هذه التصريحات. لنتنياهو يقول إن لا سقف زمني أو طلب منه تحديد هذا السقف الزمني. هل يدور الحديث الآن إسرائيليا رسميا وشعبيا وحتى إعلاميا حول سقف زمني متوقع محتمل لهذه الحرب؟ بنيامين نتنياهو كان تحدث بأن بالفعل لا يوجد سقف معين زمني لهذه الحرب، ولكن كان يحاول شراء مزيد من الوقت من خلال إدخال ربما مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بالرغم من أن هذه المساعدات هي قليلة وقليلة جدا، ولكن ربما كان يحاول أن يشتري مزيد من الوقت ومزيد من أسابيع الحرب. ولكن حتى هذه اللحظات الحكومة الإسرائيلية تقول أنها لن تنهي الحرب حتى تقوم بتحقيق الأهداف التي كانت قد وضعتها منذ بداية الحرب، وهي القضاء على القدرات العسكرية لدى حركة حماس وتفكيك هذه الحركة، وبالتالي لن تكون قادرة على حكم قطاع غزة بعد هذه الحرب. والهدف الثاني بالفعل هو إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وبالفعل نشهد أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في التوغلات البرية من جانب، ومن جانب آخر القصف المستمر. فقط قبل قليل أيضا كان هناك قصف عنيف على المنطقة الشمالية وأيضا على خان يونس بالمدفعية أيضا الثقيلة والطائرات الحربية التي كانت بالفعل تقوم بإلقاء عدد كبير من الصواريخ. دعينا أيضا نشير إلى آخر التطورات الميدانية. فقط قبل ساعة من الآن صفارات الإنذار كانت تدوي للمرة الثانية في تل أبيب، في رحوفوت، في محيط مطار بن غوريون الدولي، وبالتالي نتحدث أن صفارات الإنذار كانت تدوي للمرة الثانية منذ صباح اليوم في تل أبيب في العمق الإسرائيلي، وبالتالي ما زالت هناك قدرات عسكرية لدى حركة حماس بإطلاق مزيد من الصواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف وحتى العمق الإسرائيلي. إضافة لذلك نتحدث عن استهدافات أيضا لعدد من مستوطنات الغلاف، كرم أبو سالم، بييري، وعدد كبير منها. نتحدث عن 9 رشقات صاروخية كانت قد أطلقت منذ صباح اليوم حتى هذه الساعات. إضافة إلى ذلك صفارات الإنذار لم تدوي فقط في الوسط الإسرائيلي وفي العمق الإسرائيلي، إنما أيضا كانت تدوي قبل قليل في الجليل الأعلى، وتم رصد عدد من الصواريخ التي أطلقت من الجنوب اللبناني نحو الجليل الأعلى. القبة الحديدية أيضا قامت باعتراض عدد من هذه الصواريخ. نعم، لأن كذلك في تصريحات نتنياهو تحدث عن حماس وعن السلطة الفلسطينية، يقول لوجود حماس والسلطة الفلسطينية ليست الحل. إذن ما المطروح إسرائيليا؟ إن كان عن طريق تصريحات رسمية أو على الأقل التسريبات الإعلامية في الداخل الإسرائيلي. بالفعل ربما العنوان الأبرز والسؤال البارز حاليا في هذه المرحلة من سيحكم قطاع غزة ما بعد الحرب. هناك ما زال تساؤلات كبيرة، حتى الحكومة الإسرائيلية نفسها على ما يبدو لا تعلم ما هو الحل الصحيح الذي ينبغي، ولكن هناك حديث بأن ربما الحل أن يكون هناك سيطرة أمنية ربما على أجزاء من قطاع غزة، يتم تنفيذ أيضا ربما اغتيالات أو بعض التحركات العسكرية حتى ما بعد الحرب. ولكن حتى هذه اللحظات بالفعل لا يوجد على ما يبدو خطة واضحة بشكل كبير من سوف يحكم قطاع غزة. هناك أيضا عدد من الدول تؤيد وجود السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، حتى أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ربما تدعم جزء من هذه الخطة أن تتواجد السلطة الفلسطينية بالفعل في قطاع غزة، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد بالفعل خطة واضحة تؤكد من سوف يتولى مسؤولية قطاع غزة بعد هذه الحرب. شكرا على كل هذه المعلومات من القدس. كنت معنا مراسلة الحدث لنا كل غاسي.